أما العوضي الصراحة وايد وايد تطورت، ما عادت مجرد مذيعة جميلة دخلوها التمثيل عشان تسوي شو، بالعكس صار لها فترة قاعدة أشوف لها أداء متطور وعمق يعني بالأداء، وأجادت الصراحة بدور نادية الأخت الكبيرة اللي حلت محل الأم وشالت الحمل مكان الأبو، والدور كان وايد في نقلات وأداءات صعبة، خاصة لما تعرف إن الإنسان اللي تحبه يحب أختها وتضحي من أجلها وتتألم بصمت. لكن كان في مشكلة للأسف، يعني إحنا الحين قاعد نتحجى إن أول ما بلش المسلسل كان أمل العوضي بنية جامعية، إنزين حلو بنية بالجامعة، كم عمرها؟ خلينا نتحجى نقول كم، 19 19 20، إنزين ماشي 19 20، إنزين هو الأبو تركهم وراح تزوج، أعطوها هذه السنة أوكي، يعني لو 19 صارت 20، لو 20 صارت 21، إنزين وياب ولد، إنزين الولد هذا أقل ما فيه يعني طلال باسم العمر، أعتقد المقصود فيه مو أقل من 14 سنة، يعني البنية صار عمرها 34 34 35 سنة. زين يعني ما شفنا يعني الشكل على حطته صج اليوم، يعني هم بعز الشباب بس هم يتغير، يصير فيه يعني الشكل يتغير، حتى لو كانت من النوع يعني اللي تعتني بنفسها وهالدنيا وهذا، بس هم سنوات الشقة مو هينة، خصوصا ان هم قاعد شايلين امورهم المادية، يعني مو يعني السالفة مو خمس بنات عايشين كذي، يعني راح ينامون يقومون يروحون النادي من كافيه لكافيه، الدنيا هالحياة يعني مو حياتهم، حياة ناس شقيانة مختلفة كذلك.